بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به بكم آمين. ومنه أن ننظر بالأبصار، لكن بلا كيف من الحصار، أي من الأمور الجائزة عقلا. رأيت مولانا سبحانه وتعالى بالأبصار، ربنا جل جلاله خلق الرؤيا على شيء ممكن، فلو لم تكن الرؤية ممكنة لجاز الكذب في الخبر الذي يستوجب اعتقاد صحته في حقه جل جلاله. ومنه أن يرى بالأبصار، لكن بلا كيف من الحصار. قال جل جلاله ليس كمثله شيء، أي ليس مثل مثله شيء. فإذا انتفى مثل المثل فمن باب أولى انتفاء المثل. ربنا جل جلاله بعظم منزلة رؤيته امتن على المؤمنين بها وحجبها عن الكفار. قال جل جلاله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وهي من أعلى أنواع الكرامات أو الإكرام للمؤمنين. وهذا دليل الرضا عليهم، فكما أنه رضي على عباده المؤمنين منعه عن الكفار. فلم يكرموا بهذه المنزلة العالية. قال جل جلاله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، واللفظ كلا ردع وزجر، ليس هو للنفي كما يعتقد وقت كثير من أساتذة المدارس. كلا كلمة ردع وزجر، أما المستعمل للنفي هو حرف لا. وكلا لم توجد إلا في النصف الثاني من القرآن الكريم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وحصلت الرؤيا لنبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا ليلة الإسراء والوقوع،
يستلزم الإمكان، يعني الرؤية ممكنة، لا يتمثل به تعالى كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واختلف في وقوعها للأولياء، لأن مقام النبوة أعلى من مقام الولاية بلا شك ولا ريب. وكذلك يتجلى جلاله للمؤمنين حاصلة في الجنة، وهو أعلى درجات نعيمهم فيها. قال العلماء: لو لم يرى المؤمنون ربا في الجنة لاستوحشوا منها كما يستوحش أهل النار من النار. وحاشا ربنا عز وجل أن يدخل على عباده المؤمنين الصالحين الأزعاج، لأنه هو الكريم لا غيره. اللهم أرنا وجهك الكريم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأنت أكرم الأكرمين وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.